عندما يعانق الأمل جدران الواقع يصبح الحلم حقيقة، فتلغي الصعوبات نفسها ويصبح النجاح أمراً لا بد منه. هي حكاية نادي عزابة. هذه المنطقة التي تبعد حوالي 30 كيلومتراً عن مدينة سكيكدا الواقعة في الشرق الجزائري. كان النادي عبارة عن جمعية تأسست سنة 1992 تحت مسمى جمعية الأمال فرع ألعاب القوى. وبعد إصدار قانون نادي الهواة سنة 1996 تأسس النادي من جديد ليصبح تحت مسمى النادي الرياضي للهواة الجيل الصاعد عزابة يوم 19 مارس 1998 تحت رئاسة السيد كمال الدين بورنان. كان النادي يضم فرعين، فرع للرياضات القتالية وفرع لألعاب القوى، الذي سطعت فيه عدة أسماء على المستوى المحلي، منها شكات وفاء التي احتلت المرتبة الأولى في البطولة الجهوية بالقالة سنة 94 لفئة البراعم، وحكيم بودبوز الذي احتل المرتبة الثانية في نفس البطولة. ليتأسس بعد ذلك نادي كرة السلة عزابة سنة 2006 ذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 12 سنة تحت قيادة المدرب سهيل خروفي. أما عن بداية الفتيات، كانت سنة 2009 فئة البراعم، وكانت الانطلاقة عبارة عن تدريبات بدون المشاركة في البطولة إلى غاية 2009، أين تمكن صغريات السلة لعزابة من المشاركة في البطولة الولائية ليحققوا اللقب سنة 2010، 2011، 2012 و2013، وتمكنوا من الوصول إلى نصف نهائي كأس الولاية هذه السنة. وشاركوا أيضا في الدورة الجهوية لشرق الجزائري، أين احتلوا المرتبة الرابعة بعد سطيف قسنطينة وباتنا. وتمكن النادي أيضا هذه السنة فئة إناث صغريات من الوصول إلى ربع نهائي كأس الجمهورية لأول مرة، أين كانت قناة بوخ تي في متابعة للنادي منذ وصوله إلى العاصمة. فبعد رحلة دامت قرابة 7 ساعات حط النادي الرحال بالجزائر العاصمة من أجل خوض مباراة ربع نهائي كأس الجمهورية أمام نادي صغريات غريزان بالقاعة متعددة الرياضات بجسر قسنطينة، ودائما بقيادة المدرب سهيل خروفي. وقد رافقت كاميرا بوخ تي في صغريات عزابة طيلة إقامتهم بالعاصمة، ونقلت الأجواء التفاؤلية التي عاشتها اللاعبات أملا في تحقيق نتيجة مرضية. كل شبيبة شباب مديرية الشباب والرياضة لولاية سكيكدا، ونشكر ربي ولي خاطر ما وصلنا لهنا وبفضل الإمكانيات وبأقل الإمكانيات وصلنا لهذا، وبربي إن شاء الله نوصل كارت فينال. ونشكر النادي تاعنا بزاف خاطر ما يقدم لنا المساعدات، والشيخ تاعنا وسيما نساوش خاطر ما ولي صار معانا ويتعب معانا كلش. أنا رزقي فريال آية، لاعبة كرة السلة جيل صاعد عزابة صنف صغريات. حبيش أول حاجة نشكر أهالي عزابة اللي ساندونا بزاف، وبالأخص الأولياء تاعنا اللي دعمونا، وأم بليس نشكر والي ولاية سكيكدا ومديرية الشباب والرياضة. حبيت نقول مالغري البو موايا اللي عندنا وصلنا الكارت فينال، ونتمنى إن شاء الله يا ربي نتكاليفيو، وإن شاء الله إن شاء الله نديو لاكوب إن شاء الله يا ربي. السلام عليكم، أنا حمروش إناس من بلدية عزابة، لعبة كرة سلة في الجيل الصاعد. نشكر أولا والي ولاية سكيكدا وزارة الشباب والرياضة لولاية سكيكدا، الحمد لله يا ربي اللي وصلنا لهذا المرحلة. نشكر المدرب تاعنا لأنه دربنا مليح، وإن شاء الله يوفقنا ربي. بالمناسبة نشكر رئيس النادي كمال بوران الدين اللي راه ساهر علينا ويقدم في المجهودات والدعم، وإن شاء الله راح يزيد يقدم حسب الوعود نتاعو. نشكر الوالي ولاية سكيكدا اللي كذلك كان في المستوى، وجميع السلطات مدير الشباب والرياضة، ونشكر أولياء الفتيات بصفة خاصة. نبيل منصوري ودفيزات مونير
اللي ما نساوش الوقفة تاعهم ديما. بن علا أشرف ياسر والقناة هذه ما نساوهاش بها تي في إن شاء الله اللي راهي ديما معنا. فقد بدت سغريات سهيل خروفي في كامل الأريحية والنشاط والتلقائية عوامل قد تزيد من الدفع المعنوي وإرساء الروح الجماعية للفريق، ومن الأجواء الترفيهية إلى موعد الجد، حيث بدأت اللاعبات بالتحضيرات البدنية والتدريبات استعداداً لخوض مباراة الربع النهائي تحت متابعة دقيقة للمدرب سهيل فروخي وسط غياب اللاعبتين رواب حسومية وبوشريخة قدر الندى. بون، هذه لا بروميير فوا اللي راح يلعبوا كارت فينال كوب دالجي. إن شاء الله رانا جينا في أجواء شوي مليحة وجو عائلي ان شاء الله، وانا حابين باش نمروا للدور النصف النهائي ان شاء الله، علاه لا ونوصلوا للفينال ما كاين حتى مشكل. المهم البنات يكونوا في المستوى ملاح ان شاء الله، ملاح ملاح الحمد لله. راهم سي هنا شويه ينسير هنا شويه عياو شويه بصح بربي ان شاء الله لازم ياخذوا راحه واش راح نديروا ان شاء الله. مالغري كاين دفي ما كانش ناقصين اليوم، كان راح يساعدوا شويه مي ان شاء الله. بدات مباراه ربع نهائي صغريات بعزيمه الكبار واصرار واضح على تحقيق نتيجه ايجابيه امام صغريات غليزان، وبدت سيطره الكامله في الشوط الاول لصغريات عزابه. تمكنوا من إنهاء الشوط الأول لصالحهم وسط متابعة حارسة ومكثفة للمدرب سهيل خروفي، لكن الرياح لم تسر بما يأمل الفريق، حيث تمكن صغريات غليزان من الرجوع في الشوط الثاني، حيث بدا التعب والإنهاك واضحا على فتيات عزابة جراء السفر مسافة طويلة، والذي كان عاملا أساسيا في خسارة المباراة وإقصاء الفريق من المنافسة. حزن خيم على براءة الصغريات تجسد في دموع التحسر رغم أن المشوار في بدايته، لكن هذه هي الحال لمن يضع النجاح مرادا لا بد منها. خسارة صغريات عزابة هي بمثابة تعثر سيزيد الفتيات خبرة وسيزودهم بدفع سيقوي عزيمتهن وإصرارهن، فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. منصوري نبيل، المهنة محامي ومسير فريق جي اس عزابة، يعني الوصول في الربع النهائي راهو إنجاز في حد ذاته. اليوم خسرنا رغم يعني نقص الإمكانات، رانا وصلنا للدور متقدم وفي أول تجربة لنا، وإن شاء الله المستقبل راهو القدام، ومع مزيد من العمل بربي إن شاء الله المرة الجاية راح نوصلوا لدور متقدم أكثر من هك، وحظ سعيد يعني للفريق اللي عدى وخلا وشكرا. المباراة كما شتي كانت شوية صعيبة بالنسبة لنا، ما عرفناش نتحكموا فيها في الأول، كنا قادرين نخرجوا شوية مي الله غالب ما كانوش اليوم في المستوى. ان شاء الله ان شاء الله. لا والفريق هذا راه من كل بروميير اني كيما نقولوا هنا، كل بروميير اني عندي غير زوز دوزيام اني سما راح يزيد يشارك هو بالذات الموسم الجاي ان شاء الله ان شاء الله. السيد فلاح محمد نائب رئيس اتحاديه الجزائريه لكره السله، هذا الدور الربع النهائي لفئات الصغرى والاكابر اللي تجرى في يوم 1 2 3 ماي هنا بقاعه ديس قسنطينه
كان مباراة في صنف الصغريات بين اللي جرت قبل هذه المقابلة بين مشعل غليزان وعزابة، وكانت النهاية فائز فريق مشعل غليزان. المستوى في هذه الفئات بدا يتحسن وكاين عمل على مستوى القاعدي من طرف ما نقولش كل الفرق، من طرف بعض الفرق المتخصصة في الرياضة النسوية. إمكانيات هذه الفرق قليلة جدا، وكاين ناس تعمل مع الفئة الصغرى من أجل تطوير هذه الرياضة، ونتمنى مساعدتهم على مستوى السلطات المحلية لكل الولايات، هذا من أجل تطوير هذه الرياضة. فيما يخص المقابلة الثانية اللي تجري بين فريق زدور إبراهيم وفريق الثاني وهو فريق من رابطة الولائية لتيزي وزو، وهذا نشوفه في بداية المقابلة ونشوفه المستوى تاعها كيف تقام. وفيما يخص الفئات الأخرى كاين مقابلة تجري على مستوى كل القطر الجزائري، بمعسكر، بقسنطينة، بمسيلة، بهنا بالعاصمة، وهذا دور الربع النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اللي وفقنا ربي فزنا هذه المقابلة، والشكر الجزيل لله تعالى. ونشكر كثير بزاف فريق جيل عزابه يا اخي هكذا، اللي كانوا ما كانش فريق سهل للفريق تاعنا. حنا صح تعبنا بالقوه، تعبنا بوندون دي كاترون، يا با سيفونسيون، ما كانش تموين، ما كان والو من كما يقول لك من المال الخاص اللي راه واقفين به. والحمد لله البنات تاني ما خيبوناش وتعبوا بزاف، دي ربع سنين هما دي كومبيتيسيون مهرجانات، الحمد لله وفقنا ربي وما خيبناش. والشكر ونشكر الشكر كثير اللاعبات اللي وفقونا، المدرب تاعي دعم بختاش عبد الرحيم يعطيه الصحه، الجماعه اللي تسنى فينا تاني في غليزان. الحمد لله على كل حال، احنا ما نوصلوا ميساج من عن طريق قناه بوغ تي في للسلطات المحليه، السلطات على راسها هو الولي غليت غليزان السيد قاضي عبد القادر، يشوف هذا الفريق على الاقل اللي راه حقق نتائج طيله هذو السنين الاخيره. دليل على ذلك العام اللي فات، العام الماضي مرتبه ثانيه، هادو مرتبه ثانيه البطوله الوطنيه، الشبلات مرتبه ثانيه الوطنيه، كاين بعض البنات في عندنا في الفريق الوطني. لا على الاقل يشوفوا هذا الفريق، والشكر الجزيل لقناه بوغ تي في، يعطيكم الصحه. شرف كان لي اللي ربحنا، الحمد لله يا ربي ربي وفقنا، وراني فرحانه بزاف اللي ربحنا، وكيما كنت تشوفوا درنا كاع جهدنا لا بروف ربحنا، درنا دي زونترينمون ترينينا بزاف، ساكريفينا بوكو دو شوز، مي ربي وفقنا والحمد لله، والجهد تاعنا هذا وين بان الحمد لله يا ربي. وكما راكم تشوفوا فاني كومشي لا فامي تاعنا، اوني اون فامي، ماناش واحد تريني معايا برك، اوني جوست اون فامي، كاع مع بعض نحوسوا ندخلوا نديروا مجهودنا نربحوا ونجيبوا لو نون تاعنا، ونوروا اللي قالوا باللي غليزان ما عندهاش باسكت. ما نقولكمش ما جو دي با كيلكو شوز دو مال افو، مي اون ا لو باسكت اون جو بيان كوم اون ا لو نيفو. Ouais, on a le, bien sûr, on a le niveau pour jouer. Et la preuve, on a gagné. Au Salna, avec un joli score. On a fait bzaf. Je suis très contente, très contente. Merci. فهنيئا لكل من صدق صغريات عزابة. نشكر مدير قناة بيغ تي في السيد رضا محيقني، باسكو دعمنا بزاف واهتم بينا، وكان من البداية وهو مهتم بينا. Merci Bertie.